تأتي كل مساء، تلتحق بزملائها بمطعم الرحمة وسط مدينة مستغانم. مباشرة تبدأ بالقيام بكل الأعمال الأخرى، ومثل انتصار تقوم نصيرة بالتحضير لمائدة الإفطار لتكون في أبهى حلة وفي أجمل صورة لمن حرموا من دفء العائلة ورمضان مع أهاليهم. تطوعنا لهنايا حبا للتطوع وحبا لفعل الخير لهنايا، رانا نجيو نعاونو نديرو الخير في الناس اللي ما عندهمش واللي ما كاش وين يفطروا، كيما الناس اليتامى، الناس اللي ما عندهاش، اللي عابري السبيل مثلا، نعاونهم نشوفوا واش يستحقوا، نقل خضره نحطوا، نسيقوا معاهم، نغسلوا الماعن، نحطوا طوابل، نحطوا كاع واش يلزم. انتصار ونصرة هما يد خير لا تتعب ولا تمل، اختاران التطوع بمطعم الرحمة بحثا عن الجو العائلي الذي افتقدوه بالإقامة الجامعية، مختصرين الود وحنين العائلة بسبب الدراسة التي فرضت عليهما في رمضان. ورام متواجدين هنا اليوم، كان عندنا قريب 190 افطار تاع سبيل ثاني، الحمد لله حاجة اللي شتها ثاني بزاف، راه عندنا اقبال متطوعين في جمعية كيف اليتيم خير الدين. وبين هذا وذاك هما مثال لكثير من المتطوعين الذي اختاروا بذل الجهد للحصول على وجبة افطار مقابل المساهمة في تحضيرها واستغلال الوقت لقضاء ايام الشهر الفضيل، وهي ايام الرحمة والفضل.